يعني جيزال الصحفية كيف كانت سيدة مي؟ كان لك لها نكهة خاصة. صحيح كانت بالظبط كده. جيزال الرصينة الباسمة التاسعة، كان أسلوبها دائما أسلوب السهل الممتنع، ايوه يعني تتحدث عن أهم المواضيع وأخطرها وأكثر المواضيع تعقيدا، إن كان في السياسة الداخلية أو السياسة العربية أو المواضيع العربية الشائكة، وكانت تتعاطى معها بطريقة تظنينها سهلة ولكنها في الواقع فيها الكثير من العمق، فيها الكثير من الدراسة لكي تتمكني من ملفك، ولكن كانت تتحضر جيدا وفي نفس الوقت تأتي هذه المقابلة معها بطريقة عذبة، بطريقة سلسة، تأخذ من الضيف ما يجب أن تأخذه منه بكل احترام وإنما أيضا بكل جدية، فتأخذ يعني على طول كان هناك بجاج، كان هناك صح يعني مخزون تخرجين به من المقابلة بعد مقابلة جيزال فوري. لم تكن يوما مقابلة هيك عبثية صحيح تنتهي صحيح. مفاعيلها لحظة عائدتها. يعني فقدناها يعني هل كنتم على اتصال في الفترة الأخيرة معي؟ لا لأقول لك الصراحة كنا نلتقي ولكن ليس بالقدر الذي كنت أتمنى. صح كلنا. أنا صراحة خفت من الوضع الذي وصلت إليه جيزال. أنا صحيا لم أكن في وضع جيد، فأنا تعرضت لحادث في فرنسا، عاد جسمي بعد التقطع للكسر مجددا، أغلق علي باب الأوتيل في فرنسا، فبقيت بضعة أشهر في المستشفى لا أستطيع التحرك، وفي نفس الوقت كنت أعرف أن جيزال بدأت تعاني من مرض السرطان وتعرفت عليه في مرحلة متقدمة وكانت تعلم أنه ربما غير قابل للشفاء، يعني عانت الأمرين لأنها لم تكن في المرحلة الأولى أو الثانية، كانت في المرحلة الثالثة وتقدمت إلى المرحلة الرابعة، وسرطان القولون لم يكن شفاؤه بالشفاء السهل. حاربت المرض وبقيت تخرج على الشاشة وبحلقات فيها الكثير من التعب، لم أكن أدري كيف كانت تعمل لكي تظهر بهذه الأناقة وهذا الرقي، وإن كان التعب باديا على وجهها وحتى أتعب وجهها الجميل، يعني كان وجهها قد بدأ يفقد بريقه وجماله وطفوليته في المراحل الأخيرة عندما اضطرها المرض إلى قص شعرها، وحتى جلدتها لم تعد كما كانت، لم تعد صديقتي ذات الوجه النضر، يعني عندما رأيتها في آخر مرة كان في احتفال جائزة سمير قصير في نهاية شهر حزيران، شعرت بأسى في قلبي. هذه ليست جيزال التي أعرفها، جيزال جميلة جدا جيزال كنا نتغزل فيها بالجامعة، جيزال بتشع لديها جيزال عين لونها شكل، قمر يعني بتشع لكل عين لون شكل، صح جيزال كانت حالة خاصة هالخاص وخطف نعم رونقها الوجع والألم، فقدان أبيها، فقدان أخيها، ثم فقدان والدتها، لم يعد لديها أحد في الحياة، تطلقت من زوجها، كان لها ولدان شابان، هما اللذان أعطاياها الأمل لتكمل في الحياة وتكمل في البرامج وفي العطاء وإلى ما هنالك، ولكن كما نقول باللغة اللبنانية فقدان حب عمرها سمير قصير في 2 حزيران 2005 أصفل ظهره، قسم قطع لها ظهره، ده حقيقي ده حقيقي. وبالرغم من كل ذلك استجمعت قواها وتابعت المسيرة، عساها تصل بنضال سمير إلى حيث نعم كان يريده أن يصل، نعم وأسست المؤسسة، مؤسسة سمير قصير. بشكرك سيدة مي. ومي شدياق عندها مؤسسة مهمة جدا، هي مؤسسة مي شدياق طبعا.